أنا عايزة أموت، أنا تعبت والحمل تقل عليا قوي، وما بقتش مستحملة الدنيا الصعبة دي اللي بتلاقات كتير ورا بعض. أنا مش عارفة أنا عملت إيه عشان يحصل فيا كل ده. الناس وحشة وبقى عادي الخيانة والغدر والظلم بمنتهى البساطة، ومن أقرب الناس ليا كمان. أنا مش عايزة أعيش اللي جاي ده، كفاية ألم ووجع. أنا عايزة أموت وأرتاح، أرتاح وأريح الناس مني. والله نفسي ربنا يريحني ويرحمني من الدنيا دي، يا إما موت نفسي وأخلص. أظن ربنا مش هيستخسر فيا الموت كمان، الحل إن أنا أموت. الأداء معاكي مهما عملتي. ايه اللي يخلص صاحب
خلقنا يوم ما عمل لنا اعتبار. احتياج الاعتبار. انا ليا قيمة، انا موجود. هل لو الاحتياج ده لم يشبع من ألم عدم إشباعه أشعر بالمعاناة وأطلب إن أنا أموت؟ طبعا، هو ده الاحتياج اللي فعلا من دونه الموت. إيه القصة؟ الاعتبار فكرة إن أنا ليا قيمة هنا، ليا معنى، هناك معنى لوجودي. المعنى ده هو اللي أنا عايش بيه المفروض مكمل بيه. يسموه انعدامه اسمه الإيجو داث، اللي هو نفسي مبقاش ليها قيمة، مبقاش ليها معنى، هذا بتعمل ايه هنا؟ وأنا خلاصي تعود الحياة لها قيمة عندي. فهو كأنها يعني تدرج، بفضل أوصل بالمعنى بالزبط. إلى أن بالظبط مشكلته إن هو له منطق كبير عندي، يعني كل اللي احنا قلناه ده منطقي جدا صحيح، يعني ما حصلش على ده. ففي ممكن دورة من التفكير العقلي يلف فيها يوصلني لل بالظبط عادي، بيقول لي كده فعلا اللي هو صحيح، ما أنت مالكش قيمة. مالكش قيمة في الحياة، يبقى إيه لازمة الحياة أصلا؟ طب لو أشبع هذا الاحتياج؟ ده العكس بقى تماما. أنه ليا قيمة، ليا معنى، ليا اعتبار، المثابرة. تقع تقوم تاني، ليه؟ ومكمل معنى الحياة. الحياة نفسها بمواقفها مش هي قصة، القصة في المعنى اللي انت بتعمله في قيمتك. انت دايما ليك قيمة. نقدر نشبع احتياج
كلنا بنحتاج نتشاف ونحس ان لينا قيمه واعتبار، وان في حد قريب مننا وعارف قيمتنا وبيسمع لنا يوم ما نحتاج نتكلم. ربنا سمى نفسه القريب، فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. وكان رب العالمين بيقولك محتاج حاجه، عندك طلب، شغلك فيه مشكله، بيتك فيه مشكله، ما تخافش، انا قريب منك، سمعك، عارف طلبك من قبل ما تطلبه. وكان رب العالمين بيقولك حاسس بوحده ومحدش حاسس بيك، حاسس انك ملكش قيمه، ربنا بيطمنك ويرد عليك ويقولك ونحن اقرب اليه منكم، انا اقرب ليك من كل اللي حواليك، انت تحت نظري ورعايتي، انا القريب. وكان رب العالمين بيقولك فاكر امك، اقرب الناس ليك اللي كنت مربوط بينك وبينها حبل، حتى هي القريب اقرب ليك منها، نحن اقرب اليه من حبل الوريد. فالائمه قالوا ان رب العالمين قريب بعلمه من خلقه، والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال للصحابه ما ترفعوش صوتكم، مش محتاجين ترفعوا صوتكم عشان يسمعكم، بالراحه هو اقرب ليكم من انفسكم. انت مش محتاج تعلي صوتك عشان يسمعك، انت مش محتاج تحرك شفايفك عشان يسمعك، ربنا قريب، ربنا قريب منك برحمته، قريب منك بقدرته، قريب منك بعلمه، ومعاك وشايفك وسمعك. لا انت محتاج جهد عشان توصله ولا تحس بقربه، وانت مش محتاج غيره يبصلك او يهتم بيك، انت محل نظر القريب.